أسئلة ما توقعنا يجيبوها بالمرة، وجابوها يعني من تحت الستور ومن بين الفراغات، وما كنا متوقعين إنها تيجي بالمرة. يعني اللي درس منيح الحمد لله إنه زبط. اليوم كانت أصعب من امبارح بكثير، جايبينها من مالطا الأسئلة. بده يحط الأسئلة يعرف حال الطلاب شو هو، يعني حس فيهم شوي يعني على القليلة. كان الأسئلة كتير صعبين، يعني لازم تكوني كتير مركزة وانت قاعدة بالامتحان. يعني الوقت أول إشي ضيق، مواضيع التعبير يعني هو المفروض الواحد يكون في وقت متاح عشان تكتبي شو ما بدك. يعني جايبين أسئلة يعني كتير صعبة، يعني ومركزين على أشياء يعني أول مرة تقريبا بنسمع فيها. الامتحان بتناسبش لا مع قدراتنا ولا بيكون متفاوت، يعني إنه يراعي الأدبي أو العلمي مع بعض. فكان انه الواحد حتى لدرجه انه صعب، يعني الواحد بده يركز على الاسئله ولا يروح على التعبير، فحتى معوش وقت يعني الواحد يركز على شيء معين. اينما اذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.